أهلا وسهلا من جديد. في هذا القسم من بدبلوماسية نستقبل النائب السابق الدكتور فارس السعيد. مساء الخير. مساء النور. مساء الخيرات دكتور فارس. طبعا الوضع مساء النور. فينا نقول المرحلة التاريخية دكتور، الوضع يفرض نفسه بطبيعة الحال، كل ساعة تحمل تطور جديد وكل ساعة تحمل يعني إمكانية لتحليل وتقدير مختلف عن سابقاتها. أولا نحن اليوم عم نحكي عن 23 24 نهار من حرب مش معروف لوين بدها توصل. تقديرك الأولي، أو مش الأولي، يمكن صار عندك فكرة واضحة أكثر، إذا هذه الحرب راح تكون محدودة ولا راح تنتقل على أكثر من جبهة، وراح نفصل تقديرك بعد قليل. بداية مساء الخير روزانا وشكرا على الاستضافة. مساء أنا الخير. أعتقد بأنه أنا بعتقد بأنه يعني من الطبيعي أن نتابع جميعا كمواطنين كإعلاميين كسياسيين الحيثيات الميدانية لهذه الحرب من أجل معرفة إذا كانت ستقترب منا أو لن تقترب منا، ولكن الأهم هو بأن ندرك وأن نقدر بأن ما يجري اليوم في غزة منذ 27 هو إعادة ترتيب المنطقة من جديد على قواعد وموازين قوى جديدة، وبالتالي نحن دخلنا في مرحلة جديدة. هذه المرحلة ستحدد معالم المنطقة، حدود النفوذ الاقتصادي، النفوذ السياسي، النفوذ العسكري لمجموعات عديدة في المنطقة، منها إسرائيل، منها إيران، منها النظام العربي القديم، منها الفلسطينيين، الانعكاسات على لبنان، كيف يمكن أن تستفيد الولايات المتحدة من هذا الموضوع. وبالتالي نحن أمام إعادة ترتيب جديد للمنطقة، وكما يقال في العامية في لبنان، اللي بيحضر السوق بيبيع وبيشتري. لبنان حتى هذه اللحظة لم يحضر السوق من بوصفه جمهورية لبنانية. الفريق الوحيد الذي هو لاعب في هذا الترتيب الكبير الذي يحصل في المنطقة هو بس إن شاء حزب الله ما الله. بيحضر السوق دكتور، هذه المرة إن شاء الله ما بيحضر السوق. يعني حتى لو لم تندلع حرب رسمية شرعية تقليدية من جنوب لبنان، إنما لبنان بالسوق، لأنه حزب الله هو لاعب بهذا الترتيب الجديد، من خلال موقعه ومن خلال نفوذه ومن خلال أيضا التعاطي أو العلاقة الوطيدة اللي بتربطه بالجانب الإيراني اللي هو لاعب كبير في المنطقة. وبالتالي نحن في مرحلة مننام على شيء ونستفيق على شيء جديد تماما. بموضوع الحيثيات الميدانية، إنما بموضوع الحيثيات السياسية نحن بالتأكيد أمام مرحلة جديدة. بالتأكيد الحضور أو الانتشار للولايات المتحدة وضع حد لاندفاعة إيران حتى تدخل في هذه المنطقة. بالتأكيد حتى هذه اللحظة الغرب يهتم طبعا بدعم إسرائيل غير مسبوق منذ العام 1948 لليوم. الغرب يهتم أيضا بموضوع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. إسرائيل تعتبر بأن إذا لم تستفد من هذا الدعم المطلق الشبه مطلق واللا محدود ولم تحقق أهداف عسكرية وبالتالي أهداف سياسية دائمة، تكون فوتت على نفسها فرصة كبيرة. الشعب اللبناني، يعني اللبنانيين بشكل عام، يتلقون الأخبار وليسوا لاعبون بهذه اللحظة. الجمهورية اللبنانية غائبة، يعني شهدنا فقط زيارة لرئيس حكومة لبنان إلى الناقورة يرافقه قائد الجيش، واليوم نعم، أنا كنت وفي مسرور قطر شخصيا أيضا، يعني في زيارة للرئيس بقطر طبعا. لوجود الرئيس بقطر في قطر. نعم، نعم، يعني يقول أنا أقول أنه أنه يحاول أنا تجنيب لبنان كنت الحرب. بتصور السيد حسن نصر الله نهار الجمعة بإطلالته يلي منتظرة من بدنا قبل نسألك جميع عن هذا الناس، الأمر يعني بعد قليل. إيه بتصور رح يطلع ويقول للبنانيين جملتين. الجملة الأولى
بدي أقولها لغزة، بدي أقول أنا من خلال الضغط المدروس والمحسوب اللي مارسته بجنوب لبنان حطيت الإسرائيليين لأول مرة بالخيام، أمنت نزوح، انسحب 30,000 مستوطن إسرائيلي من الحدود، حشدت 30,000 عسكري إسرائيلي، ريحت جبهة غزة من خلال كل الخطوات المدروسة اللي عملتها. وبالتالي ما حدا يتهمني إنه أنا غسلت إيدي من موضوع غزة أو من موضوع تحالفي مع حماس، أنا لا أزال في المعركة. وسيقول اللبنانيين، هل هذا الذي تقوله عادي دكتور فارس، يعني أنه يكونوا الإسرائيليين بالخيام وأنه يصير اللي صار لأول مرة يعني بالتاريخ، هل هذا طبيعي؟ هل هذا عادي؟ مش عادي، بس انه كان الـ يعني هنقول الادعاءات اللي كانت موجوده مش بس من قبل حزب الله، من قبل ايران في المنطقه، بان يعني لو تثنى لاحد ان يسال ايران لماذا انت في صنعاء وفي بغداد وفي الشام وفي بيروت وفي الضفه وفي غزه، كان الجواب انا موجوده من اجل توحيد الساحات. توحيد الساحات لم يحصل، حصلت مناوشات مدروسة ومحسوبة أدت إلى ما أدت إليه. كما أنه من بعد ما أن يتوجه إلى غزة بهذا الكلام سيقول للبنانيين أنا حميتكم من حرب وأنا وقفت في وجه انزلاق لبنان في هذه الحرب، وبالتالي أنا الحاكم. وكأنك تجزم بهذا الكلام أنه لبنان لن يدخل بحرب وأنه السيد نصر الله بكلمته سيوحي بذلك أو سيؤكد على ذلك. يعني ليس من أجل التخفيف من قيمة أحد، ولكن أعتقد بأن قرار السلم والحرب في لبنان ليس في يد سيد حسن نصر الله كما يدعي، هو في يد إيران. إيران حتى هذه اللحظة بسبب الانتشار الأمريكي الكثيف في المنطقة لم تأخذ أي قرار بهذا الاتجاه. وأنا أعتقد أيضا بأن جزء من هذه المعركة التي اندلعت في 27 كان من أهدافها أن تستدعي إيران انتباه الخارج وأن يضع الخارج إيران على طاولة المفاوضات كما وضع غيرها على طاولة مفاوضات المنطقة. أي طاولة مفاوضات تتحدث عنها دكتور؟ يعني اليوم مش شايفين في طاولة للتفاوض أو في تنافس أو في خلينا نقول يعني البيع والشراء في المنطقة، أي طاولة تتحدث عنها اليوم واللي إيران تحاول الدخول إليها عبر حرب تاريخية وكبرى بهذا الحجم؟ وتاني سؤال، هل تعتقد أن الحضور الأمريكي بها الثقل أعطى وزنه؟ لأنه هناك من يقول أنه كان متوقع أنه يكون في أكثر من هيك دخول مباشر، وإذ به يمكن دعم معنوي فقط لغير، شو رأيك؟ يعني بالأولى بدي أرجع على النقطة الأساسية اللي هي إعادة ترتيب المنطقة. طاولة مفاوضات اللي أنا أتكلم عنها هي طاولة مفاوضات تعيد ترتيب المنطقة. النظام العربي القديم انتهى، النظام العربي الجديد أي نظام المصلحة العربية يلي بمرحلة من المراحل واليوم عم بتقود المملكة العربية السعودية عم بيحاول أن يكون له أو ينتزع موقع أساسي في مرحلة إعادة ترتيب المنطقة. إيران تحاول أن تدخل على ترتيب المنطقة من خلال احتجاز لها مقعد على طاولة هذه المنطقة، تركيا أيضا، إسرائيل بالتأكيد. وبالتالي نحن أمام لحظة مصيرية في المنطقة وأمام منعطف كبير، الكل يحاول أن يكون له مقعد على طاولة مفاوضات التي ترتب هذه المنطقة من جديد وربما لعقود من الزمن. موضوع إذا كان التدخل الأمريكي أعطى ثماره، حضور الأمريكي، نعم، أنا أعتقد بأن نعم، يعني منذ لحظة انتشار البارجة الأمريكية والبوارج الأمريكية في البحر كان كلام خلال مرحلة أو خلال يوم تخريج ضباط في إيران، وخامنئي قال بأن ليس لإيران أي علاقة بما جرى في 27، وهذا كلام كرره عدة مسؤولين إيرانيين. الحضور ونتنياهو أيضا قال ذلك. دكتور فارس، سئل نتنياهو أيضا
قالوا له انه هل تعتقد انه هناك علاقه مباشره لايران؟ قال لهم لا، ما في عندنا تقديرات بهذا النوع، ولكنها تدعم حماس. اذا الغرب واسرائيل والايرانيين ارادوا القول بان ايران لا تريد الدخول في هذه المعركه، وفعلا لم تدخل في هذه المعركه، وما حصل في جنوب لبنان من خلال حزب الله كان فقط مناوشات وضعوها تحت اطار او تحت عنوان قواعد الاشتباك، الذي هي هذا مصطلح جديد انا شخصيا لا افهمه، يفهمه الخبراء العسكريون واستراتيجيون في لبنان، انا رجل عادي مواطن عادي لا افهم ماذا يعني قواعد الاشتباك، انا افهم بان في لبنان دستور ووثيقه وثاق وطني وقرار شرعيه دوليه اسمه 1701. هذا نعم. مصطلح دكتور جديد فارس معلش، بس إذا بتوقف أنا عند هيدا النقطة لأنه ممكن تكون حساسة شوي، تقولون مناوشات على الحدود، وهذه المناوشات صارت يعني موقعة شهداء وعددهم عم يكبر، كيف ممكن أنه يكون هالقد الموضوع مناوشات، يعني يلي هو تصغير كتير للمشهد، وفي هالعدد اللي عم يسقط يوميا، مش في شوية يعني تناقض؟ إذا منا حرب قوية ووحشية ما بيسقط هذا العدد لتكون مناوشات. يعني بداية يعني أنا بقدر يعني كل نقطة دم سقطت بجنوب، ولكن يعني يعني حساب البيدر لم يكن على حساب الحقل. الكلام والادعاءات التي أطلقها السيد حسن نصر الله منذ سنوات بأنه قادر على اجتياح الجليد، وبأنه قادر على أن يكون هناك دراجات نارية طيارة، وأن يكون عندما يعني كان شعب فلسطين في غزة يحتاج إلى كل هذا الدعم، لم نرى إلا خطوات محسوبة ومدروسة وضع حزب الله تحت إطار قواعد الاشتباك واكتفى بذلك، وسيبني عليها كل سرديته السياسية والإعلامية قائلا لولا أنا ما قمت به بجنوب لبنان لكانت غزة سقطت في أيدي إسرائيل بسرعة. طيب دكتور، بحال يعني عم ينحكى شيء يلي كان ممكن يكون سيف ذو حدين على حزب الله، بحال دخل ما كان رح يكون الكلام مختلف، انه ورطتنا ودمرت لبنان واسقطت الشهداء وكيف ذلك وشو هالعمل طبعا الغير محسوب؟ طيب طبعا، وهذا مأزق، يعني وهذا بالحالتين فينا نقول التهمة واضحة وجاهزة لحزب الله، لماذا؟ لا، خلينا نقول انه الارباك لحزب الله هو ارباك كبير. اذا عم بحكي بالداخل اللبناني، الخصوم بالداخل. خصومه اذا ورطهم رح يقولوا ورطنا، واذا ما ورطهم رح يقولوا قعد على جنب. مش بس خصومه، حتى بيئته، يعني حتى يلي بيأيد حزب الله بلبنان بيعرف بانه الحزب مربك. إذا راح باتجاه توحيد الساحات ورط نفسه ورط لبنان بمغامرة غير محسوبة، وإذا لم يتدخل كما هو الحال اليوم ويقتصر التدخل على بعض الخطوات المحسوبة سنطالبه ونقول له يعني لماذا تحمل السلاح إذا كان عندما احتجنا هذا السلاح لم تكن موجودا. شو الخلاصة بهذا الحال؟ يعني شو المطلوب؟ بأنه لا، بتصور انه الحزب بلحظه حرجه، عليه هو ان يجيب وان يخرج من هذا المأزق. اذا انت لا تتوقع بانه كلمه نهار الجمعه تحمل اعلان للدخول او توسيع العمليات؟ لا، انا اعتقد بانه لو كان يريد توسيع العمليات او اطلاق كانت اطلق الحرب ومن ثم أطل. اليوم أعلن عن هذه الإطلالة، لبنان كل لبنان ينتظر هذه الإطلالة، كل من أطل من السياسيين اليوم يعني طبعا له قيمته، ولكن القيمة الكبرى لدى الرأي العام اللبناني هو انتظار ما سيقوله سيد حسن نصر الله نهار الجمعة، نظرا لموقعه ولموقع حزبه في هذا الصراع الكبير في المنطقة. نعم، خلينا نتحدث شوي دكتور عن
يعني حسب رؤيتك المخرج السياسي اللي ممكن يكون، وبعرف إذا الوقت مبكر لنحكي عن مخرج سياسي، عم بحكي عن حركة حماس وعن انتهاء الحرب وعن إذا كان في إمكانية ليدخل وسطاء. هلأ اللي واضح واللي مبين أنه في وساطة قطرية جدية لموضوع تبادل الأسرى، مش معروف إذا هذه فقط تقتصر على الأسرى، ومحاولات من الدول بلشت هلأ بس من كم يوم، أنه علينا سمعنا السعودية تقول أنه أيضا يجب وقف إطلاق فوري للنار، بلشنا نسمع أنه لازم تتوقف هذه الحرب وبلشت الضغوط إذا صح التعبير. رؤيتك للمخرج السياسي إذا كان هناك إمكانية لمخرج قريب، أو إذا كانت فعلا الحرب طويلة مثل ما عم بيقولوا يعني مستشاري الحرب في إسرائيل؟ خلينا أولا نأكد على أنه من بعد 22-23 يوم بدأ الرأي العام الغربي أن يبدل موقفه من ما يحدث في غزة، واليوم يعني أصبح الجميع يتكلم عن رد إسرائيلي غير متناسب مع أحداث 7 أيار، أو ما عفوا مع 7 تشرين. أنا لا أزال على الموجة القديمة، هيدي سيبت من الثوابت 7 أيار ما عم تنسوها طبعا، يعني هذا أنا بعدني رجعي بهذا الموضوع. 2-2 يتبدل الرأي العام ويعود مجددا إلى جانب إسرائيل لو دخلت إيران في المعركة. يعني طالما إيران لا تدخل في المعركة رويدا رويدا مع الخشونة التي يستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وخاصة ضد المدنيين، رويدا رويدا ينقلب الرأي العام الخارجي والغربي بالتحديد لصالح الفلسطينيين وليس لصالح إسرائيل. أما إذا تدخلت إيران ووحدت الساحات في جنوب وفي الجولان وفي الضفة وفي العراق وفي اليمن وفي إيران، أعتقد بأن بلحظاتها سيكون تبدل آخر للرأي العام، وسيكون هذا الرأي العام مجددا إلى جانب إسرائيل. أما بموضوع المخارج، إذا بقيت الأمور كما هي، أي الرأي العام يتبدل لمصلحة فلسطين، أعتقد بأن الغرب يريد من إسرائيل التراخي أو فتح نافذة، حتى أكون دقيق، فتح نافذة من أجل إطلاق سراح الأسرى. أولوية إسرائيل ليست بالأسرى، أولوية إسرائيل هي بسحق حماس وبوضع حد لما تعرضت له. في إمكانية لهذا الكلام دكتور؟ يعني بال 2006 قالت إسرائيل نريد بالهدف سحق حزب الله، اليوم نفس الشيء نريد سحق حماس. بأول حالة ما صار شيء، بالعكس صار في تطور. بتاني حالة لا، برأيي تقنيا قادرة أن تسحق حماس، ولكن قادرة؟ حتى لو قادرة، ولكن حتى لو سحقت حماس، حتى لو دخلت على الأنفاق وقتلتهم كلهم، بده يرجع يطلع 200 حماس من بعدها. وبالتالي الحل الوحيد هو حل الدولتين. الحل الوحيد هو أن تعترف إسرائيل بحق الفلسطينيين أن يكون لهم أسوة بكل شعوب العالم، دولة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وفقا لمبادرة العربية للسلام. دكتور بس عم بتقول تقنيا قادرة تسحق حماس، ولكن تأخروا كتير للتوغل البري، ومع ذلك عم بيكون محدود ومحسوب، وما في يعني قدامنا نتيجه واضحه عسكريا وامنيا بنقاط محدده. انا ماني خبير عسكري. شو هذا التاخر اذا كانت قادره؟ انا برايي قادره، ومش بس قادره وعند قد يعني قد تحقق حتى هدفها، لانه اسرائيل يعني اسرائيل عاشت بسبعه تشرين يلي العرب عاشوا بخمسة حزيران 67، خجل، انكسار، يعني شعور بالتراجع، شعور بأنهم تلقوا صفعة كبيرة، وبالتالي مضطر أنهم يرجعوا إلى رد فعل يعيد بحد الأدنى ثقة الإسرائيليين بالجيش الإسرائيلي، ثقة الإسرائيليين بحكومة إسرائيل، وثقة المستوطنين بأن يعودوا إلى منازلهم التي تبعد أمتار عن شريط غزة. وبالتالي
لو لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهداف سريعة ومؤكدة وواضحة أمام الرأي العام، إسرائيل في مأزق كبير، وبالتالي أنا أعتقد بأنها ستبذل كل جهدها من أجل أن تحقق هذا الهدف. يعني مستشارين نتنياهو وبيني غانتس، وعم نحكي عن جالانت أيضا، عم بيقولوا إنه الحرب طويلة. هل برأيك تتحمل إسرائيل والمنطقة حرب طويلة؟ لأنه هيدا القلق موجود بكل دول الجوار، مش ليس فقط عند لبنان. كتير أمور تغيرت، كتير أمور تبدلت، وأيضا الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشكل كبير يوميا. فعلا هي حرب طويلة، وإذا ولما منقول حرب طويلة شو يعني؟ قدي أسابيع، أشهر، شو؟ حرب طويلة والغرب بيتحملها وإسرائيل بتتحملها، والأوهام بأنه إذا بتكلف 250 مليون دولار بالنهار، نعم، يعني إسرائيل ما رح تقدر تجيبهم، هذا كلام يعني من باب الدعاية السياسية ولن يؤدي إلى أي نتيجة. روزانا، في شعور عام، وهذا خطورة ما يجري اليوم، شعور عام بدوائر القرار الخارجية إنه إذا سقطت إسرائيل أو تراخت أو تراجعت أمام ضربات هن بيسموها إرهابية مثل ما صار بسبعة تشرين، سينتشر الإسلام السياسي المسلح بكل أوروبا، وبالتالي بهذه النقطة ما في مزح. صار حدث هائل بسبعة تشرين رح يبدل معالم المنطقة، وسيسمح لإسرائيل أن تحقق أهداف على حساب دماء الفلسطينيين. إذا دخلت إيران في المعركة ستكون الخشونة مضروبة بمئة، لأن دوائر القرار الخارجية سيعودون جميعا إلى دعم إسرائيل بشكل مطلق، حتى ولو استخدمت الخشونة المطلقة كما يجري اليوم من عمليات إجرامية تديرها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين. بس دكتور عم تحكي عن نقطة دقيقة جدا، إنه الإسلام السياسي يدخل، الإسلام السياسي المسلح يدخل أوروبا. مش عم نحولها هيك دينية وهي معركة قضية؟ مش أنا عم بحولها دينية، يعني إذا بدي أرجع بال، يعني هلأ إذا انتصرت حماس، كيف بفوت الإسلام السياسي على أوروبا؟ يعني كيف؟ لا خليني بس يعني فسر هذه النقطة حتى ما يكون التباس. بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، العرب قرروا محاربة إسرائيل عبر الجيوش النظامية، وكان ذروتها بحرب 67. بحرب 67 كان في دوائر قرار غربية إلى جانب العرب، وكان في دوائر قرار طبعا إلى جانب إسرائيل، وكان الصراع أكثر صراع وجودي سياسي عقائدي، عربي ضد إسرائيلي، إسرائيل مغتصب بأرض عربية، عبد الناصر بنشوته. ولم نسمع يوما بأن هناك حركة إسلامية تحارب حركة صهيونية. سمعنا وانخرطنا جميعا، وفيروز لم تكن مسلمة عندما غنت للقدس وقالت بأننا جميعنا كعرب منخرطين بهذه المعركة، لأنها هي معركة وجود ومعركة كرامة جميع العرب. عندما انكسرت هذه المقولة بست أيام بالعام 67، انتقلنا من حرب الجيوش النظامية إلى حرب المقاومة. حتى المقاومة الفلسطينية بطبعتها الأولى بقيادة أبو عمار لم تكن يوما دينية، كانت مقاومة تأتي بخضم الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، وحظي أبو عمار بدعم عربي وبدعم متنوع من قبل كل شرائح العربية، كانت مسلمة أو مسيحية أو درزية أو شيعية أو سنية، بكل شرائح. وكانت المقاومة يعني خلينا نقول أيضا سياسية. بالمرحلة الثالثة اللي هي مرحلتنا اليوم، انتقلنا من المقاومة الجيوش إلى المقاومة الإيديولوجية إلى المقاومة الإسلامية. حزب الله يقول نحن مقاومة إسلامية في لبنان، وحماس تقول نحن مقاومة إسلامية سنية أيضا.
بهذا التقدم. والإسرائيليين يعني كمان ما عم بيخوضوا معركة أبداً، ما عم بيتخبوا وراء أصبعهم، عم بيخوضوا معركة وطنية، عم بيخوضوا أيضاً معركة يهودية صهيونية. في معركة يعني وجودية وإلى يعني أساس تاريخي وعندهم عقائد. يعني إذا بدنا نحكي عن العقيدة شوي مندقق فيها، بتطلع إنه العقيدة عندهم بتجبرهم يقوموا بما يقوموا فيه لحماية أنفسهم. طبعا ما عم نحكي نحن عن عقيدة الدين، عم نحكي عن عقيدة اللي هي تسييس الوجود الإسرائيلي اللي هي الصهيونية. أنا عم بوصف مش أحقية الدفاع عن قضية فلسطين، عم بوصف كيف تحول الدفاع عن فلسطين من دفاع وطني عربي إلى دفاع إسلامي، وبهذا المعنى أضروا بفلسطين وأضروا بقضية فلسطين، لأنه هذا الكلام وهذا الشكل من الدفاع عن فلسطين أدى وسيؤدي إلى مزيد من الاستقطاب الغربي إلى جانب إسرائيل والعربي إلى جانب قضية فلسطين، بحيث أن يكون هذا الصراع خرج من إطاره الفلسطيني حتى يصبح إطار عالمي يفصل أو يقسم العالم بين ضفتي. بس شو كان ممكن ينعمل دكتور؟ يعني إذا ما في جيوش قادرة أن تواجه، شو كان ممكن ينعمل؟ تبقى الأراضي محتلة، تبقى الحقوق مهدورة، شو المطرح اللي ممكن يكون فيه الفلسطيني غير أنه يكون متفرج إذا بناء على هذا الكلام؟ لا يعني خلينا كمان نقول انه يعني اهل مكه ادرى بشعابها. لما كمان بفلسطين في فلسطينيين بيقولوا نحن رحنا على اتفاق نحن والاسرائيليين بالعام 93، بيتهموا نتنياهو بانه افضل حليف لحماس هو نتنياهو، يعني وقت اللي كان يمرق 30 مليون دولار بالشهر الى داخل غزه من قطر لدفع رواتب حماس تحت اعين اسرائيل. تحت أعين إسرائيل. وهذا أنت عم تتبنى هذا الكلام؟ عم تتبنى هذا الكلام؟ شو عم بتبنى؟ هذا كلام صحيح. إنه في أموال توصل لحركة حماس عبر تل أبيب؟ سمعنا هذا الكلام لأنه من أكثر من جهة. لا، رواتب حماس بس... رواتب حماس تدفع من قبل قطر، وقطر يعني وإسرائيل تسهل مرور هذه الأموال شهريا الى داخل قطاع غزه لدفع رواتب حماس. هذا شيء يعني انا ما عم بخترعه، ما عم بتجنى على احد، هذا شيء انكتب بكل الصحافه الاجنبيه، كل الصحافه الاجنبيه. راح اذكر لك منها لو موند، راح اذكر لك منها لو فيجارو، هذه صحف فرنسيه ومحترمه. طبعا الجهه المعنيه كذبت هذا الكلام اكثر من مره، اذا بدنا ننقل يعني وجهه نظر حماس، هي كذبت هذا الكلام اكثر من مره، وكان في اتهامات من شخصيات بالسلطه الفلسطينيه بهذا الكلام، كانت دائما تنفي. بالراي لازم نسال القطريين يعني بهذا الموضوع ايضا، يعني اذا كان هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح. برايي انا صحيح، واذا مش صحيح انا بعتذر مني اذا كان مش صحيح، ولكن نعم. انا برايي هذا صحيح وبده تدقيق من قبلك انت كصحفي. نعم. ولكن اللي بدي اقوله انه بالتناقض الموجود بين السلطه وبين حماس، دخلت اسرائيل على خط هذا التناقض وحاولت ان تستفيد من هذا التناقض من خلال تسهيل مرور خدمات ماليه وغير ماليه لصالح حماس، حتى حماس تصبح اقوى من اسرائيل، او عفوا اقوى من السلطه الفلسطينيه، وان تتلاقى بمكان ما مع نتنياهو، يلي هن اثنيناتهم، كان نتنياهو من جهه او حماس من جهه اخرى، حتى اليوم رافضين حل الدولتين. طبعا حماس حكيت بحل الدولتين منذ سنتين او ثلاثه، ولكن لا تتبنى هذا الكلام. والفرق بينه وبين السلطه انه بعده ابو مازن عم بيقول لا بديل عن السلام الا السلام. حماس عم بتقول من اجل الوصول الى السلام علينا ان نسلك طريق الكفاح المسلح. السلطه تريد لا نريد ان نسلك طريق السلاح الكفاح المسلح، حماس تقول نريد سلوك طريق الكفاح المسلح. طبعا هذا الكفاح المسلح موجود من لما بدات القضيه الفلسطينيه دكتور، وكان دائما يحمل لواءه. اذا اليوم حماس في غيره، كان في قبل كان غيره، كان دائما في هذا الكفاح المسلح موجود عند الفلسطيني. بس انا بدي اسال سؤال، اليوم في ناس بتعتبر انه قد يكون عمق اللي عم بيصير اليوم هو فكره التهجير،
يعني تهجير أهل غزة على مصر ولا على غير مصر؟ فكرة التهجير برأيك خطة سيتم الاستمرار فيها حتى ولو أخذت مصر هيدا يعني الجانب اللي أخذته؟ هل هي خطة إسرائيل التي لن تتراجع عنها، ولا هذه الحرب أسقطت هذه الخطة؟ حتى لو نجحوا الإسرائيليين بدفع الغزاويين أنهم ينتقلوا بمرحلة أولى من الشمال إلى الجنوب، مرحلة تانية أنهم يفتحوا لهم منافس ليروحوا على سيناء، حتى لو سحقت حماس، حتى لو حققت أهداف عسكرية وأهداف سياسية، إذا لم تقتنع إسرائيل بقيام الدولتين سيستمر هذا العنف على أرض فلسطين. حتى لو بس، ولكنها ستقوم بكل ستقوم يعني إسرائيل مضطرة أن تحقق أهداف عسكرية من أجل إعادة ربط الثقة بين المجتمع الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، وبالتالي ما حدا ينتظر، ما حدا يتكل على طيبة قلبه. الفكرة الأساسية هي تتعلق بالموقف المصري، يعني مش بس الموقف المصري، الموقف الأردني أيضا، لأنه في حديث عن تهجير من الضفة الغربية، أهل الضفة الغربية بيروحوا على الأردن وأهل غزة بيروحوا على مصر، وهون شفنا الفيتو، إذا شفنا إذا صح التعبير، الفيتو العربي اللي رفع من ملك الأردن والرئيس السيسي على هذا الأمر. وإذا كان هناك من خطط مستقبلية، وإذا ما كانت هذه الحرب هي يلي المقدمة اللي توصلنا لهنيك، فينا نقول أنه هذا اللي كنت حابة أوصله معك بالنقطة، وصلت إسرائيل لختام لخلاصة أنه انتهى هذا الحديث، فكرة التهجير خلصت، بدها تقتنع بوجودهم؟ ما بتصور أنه انتهى هذا الحديث. بدي أول شيء أرجع أكد وأقول أنه حصار غزة كان ماشي من قبل فريقين، إسرائيل ومصر، مش بس إسرائيل. كيف مصر؟ على غزة إنه رفح كانت مقفلة عبر رفح، وكان هذا الحصار موجود بسبب طبيعة حماس. يعني المصريين ما رح يقبلوا إنه تنظيم إسلام سياسي يدخل إلى الجسم المصري وقت اللي هني، يعني خاصة السيسي والجيش المصري، حاطت سبب وجوده على الأقل بالسلطة أنه يواجه الإسلام السياسي. وبالتالي نعود إلى النقطة الأساسية، محاربة إسرائيل يعني هي من أجل قضية حق اسمها قضية فلسطين، أخذت منذ العام 48 حتى اليوم تدرجت من مقاومة أو من محاربة من طبيعة وطنية وعربية إلى طبيعة إسلامية يخيف ليس فقط الغرب إنما أيضا بعض الأنظمة العربية منها مصر والأردن. دكتور، أنا أخيرا بدي يعني فوت شوي على نتائج، أو خلينا نقول تداعيات الحرب، ويمكن مش وقت كتير نغوص بهذا الأمر، ولكن كلبنانيين بهمنا نشوف شوي المشهد إذا كان سيؤثر علينا على الانتخابات الرئاسية. مثلا هذه الحرب أكدت لكل حدا كان عم بشك أنه الانتخابات الرئاسية لا تتعلق بالخارج، هي صار في جمود وستاتيكو كامل بالبلد بانتظار نتيجة الحرب. شو ممكن تأثر نتائج هذه الحرب على الاستحقاق الرئاسي بهذا البلد؟ وقديش كل مرة بنتأكد أنه نحن ما فينا نعمل حياد؟ يعني موضوع الحياد موضوع شائك وبده كلام. لا، غير الحياد، ما نحن عم نجمد، ما عم نعمل شيء لأنه ما قادرين نتحرك. تمام، يعني الكلام اللي كان عم بيقول إنه بنعمل انتخابات ونتائج الانتخابات بتجيب رئيس جمهورية، بيّنت الأحداث بإنه يعني انتخاب رئيس جمهورية بلبنان منه صنيعة لبنانية، هذا موضوع له علاقة بموازين قوى ليس فقط داخلية بداخل مجلس النواب، إنما موازين قوى إقليمية وربما دولية اليوم مجمدة إلى حين تتقشع الأمور. أنا رح أقول شيء، يعني تعذريني إذا بدي أقوله بهيك كتير صراحة، أنا مروني ولبناني وبعد برحالة عربي، أنا من الناس اللي ما بيستحيوا أبداً
لعروبتي كمسيحي، ودافع عن هذا الموضوع بداخل بيئتي، وأوقات يعني بواجه كثير من الناس بهذا الموضوع. إنما من وقت اللي ما يعني حصل الشغور برئاسة الجمهورية، ونحن اليوم بسائب إنه أنا وياكي صار له سنة تمام يعني هذا الشغور. بالجانب اللبناني، هلا بعدين نحكي بالجانب الخارجي والإقليمي، بالجانب اللبناني لم ينتخب رئيس بلبنان لسببين. السبب الأول سوء إدارة القوى السياسية المسيحية يلي ما قدرت شو معنات الفراغ، وقديش هذا الفراغ قد يكون سلبي عليهم وعلى وجودهم. ومن المقلب الثاني أيضا المسلمين بلبنان يعني استسهلوا هذا التقدير، واعتبروا بأنه يعني قد يكون هناك يعني ليس هناك من مصلحة حقيقية أن يكون رئيس جمهورية اليوم بهذه المرحلة. وبالتالي من جهة سوء إدارة، ومن جهة تانية هنقول مش استعلاء، هنقول استغناء. يعني لو فعلا المسلمين مش بس يعني سوء إدارة المسيحيين، لو فعلا المسلمين مقدرين إنه وجود رئيس مسيحي اليوم بفيد قضية لبنان، حماية لبنان، كانوا شو ممكن يعملوا؟ مين تحديدا؟ إذا عم تحكي عن الفريق الشيعي واضح بلوك شيعي متماسك، ولكن السنة ما في حتى كلهم، خلينا نقول حضن أو زعامة سنية واضحة. شو ممكن المسلم يعمل إذا المسيحي لم يتوحد؟ بالـ73 العالم العربي كان بده أنه حدا يتكلم باسمه بالأمم المتحدة. ما راح ولا الرئيس أنور السادات، ولا الرئيس حافظ الأسد، ولا الملك حسين، ولا الملك فيصل حكي باسم الجامعة العربية. راح رئيس ماروني اسمه سليمان فرنجية بالـ73 حكي باسم كل العرب بالولايات المتحدة، بنيويورك، بالأمم المتحدة. وبالتالي عندما يكون هناك حاجة أن يكون رئيس مسيحي في لبنان وفي العالم العربي يساعد الجانب الإسلامي لإنتاج هذا الرئيس، ولا المسيحيين عرفوا داروا معركتهم، ولا المسلمين ساعدوا لإنتاج رئيس، وهلأ إجت الظروف الإقليمية أبعدت إمكانية انتخاب رئيس إلى لمدة طويلة. أبعدت حتى ولو انتهت الحرب ما راح يكون في خلاصات قريبة برأيك؟ لا بالعكس، راح تنعمل موازين قوة جديدة. في حدا راح يفوت يرفع أصبعه علينا يقولنا شفتوا أنا بتقولوا عني إيراني، أنا مش إيراني، أنا جنبت لبنان، أنا حميت لبنان، أنا ذكي، عملت مقاومة محسوبة. يعني عم تقصد أنه السيد نصر الله راح يقول لأنه أنا جنبت لبنان اعطوني الرئاسة؟ هيدا اللي عم تحاول تقوله؟ لا مش بس اعطوني البلد، مش اعطوني الرئاسة. شو الرئاسة؟ اعطوني الرئاسة، رئاسة الحكومة، مجلس نواب، قانون انتخاب. يعني عم بتقول انه في انتصار بغزة رح يجير لحزب الله؟ انا ما بقول، عم تقول هيك؟ انا عم بقول انه هذه الحرب رح يكون رئيس مرشح حزب الله، هيك عم تقول؟ لا انا عم بقول هذه الحرب طويلة، وقد أوكي. قد تبدل موازين القوى. واحدة من الاحتمالات أنه يرتد علينا السيد حسن نصر الله ويقلنا أنا جنبت لبنان الحرب، وبالتالي بدي تمن هذا التجنب، لأنه يعني هذه الحكمة اللي أنا بيّنتها إلى تمن بالداخل بلبنان، سلموني مقدرات البلد. قد يكون محاولة بهذا الاتجاه. دكتور فارس، أنا أشكرك جدا لوجودك معنا في هذا، خلينا نقول في هذا الظرف التاريخي، ويعني شكرا لرأيك الذي استمعنا إليه هذه الليلة بما يتعلق بأحداث غزة وتداعياتها على لبنان. شكرا لك روزانا، وأنا دائما بقدر حتى إدارة الأوتيفي أنه بيسمحوا لي رغم اعتراضي عليهم أن يكون على شاشتكم، وهذا بفضلك أنت وبفضل طبعا الإدارة أيضا. شكرا لك، هذا شرف لنا دكتور فارس. شكرا. مشاهدينا، وصلنا لختام حلقة بالدبلوماسية لهذه الليلة. أشكر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي الدكتور حمدين صباحي لوجوده معنا من القاهرة، والدكتور فارس سعيد النائب السابق أيضا لوجوده معنا. شكرا للمشاهدين الذين تابعونا، نلقاكم على خير.